السلام عليكم. اليوم راح نتكلموا على الجديد نتاع الاشغال في الحي الاعمال تاع باب الزوار، ونشوف المشاريع يعني الجديده والما كذلك المشاريع القادمه، ونشوف يعني حاله تقدم الاشغال بها. اذا سوف نصل الى حي الاشغال. احنا رانا هنا في منطقه الدار البيضاء باتجاه حي باب الزوار للأعمال. ونلاحظ هنا في الطريق، نلاحظ بأن يعني الإخضرار الموازي مع الطريق خدا يعني كبر كتير، أشجار كبرت، وإحنا رانا هنا في نهاية فصل الصيف، ويعني دخلنا في فصل الخريف، والأشجار ما شاء الله. الطريق هذا واحد من الطرق يعني السيارة يعني الجيدة المزينة في العاصمة الجزائرية. وهنا نشوف بعض المقرات. الأول هو حي مقر بدر البنك، ثم الجيري تيليكوم مقر اتصالات. وفي هي نشوف مقر نتاع الابيض هذا بنك بي ان بي باريبا الفرنسي. سوف ندخل من هنا. هذا المدخل غير اعتيادي، مدخل جديد. هذا المدخل تم يعني تهيئته مؤخرا لتسهيل الحركة تاع المرور. وهنا بمجرد أن ندخل في الأحياء الـ يعني يعني الجانبية، نلاحظ أن التهيئة تبقى تحتاج إلى صيانة، باش ما نقولش كلام آخر. وهنا نشوف رانا امام هنا المقر نتاع بنك بدر الاشغال. شوف الاشغال راهي تقدمت، لكن تبقى قضية تهيئة. ربما هو خطأ كلهم يفكروا انه التهيئة لازم تجي من الاخر في الاخر. لا، في الحقيقة ممكن ندير تهيئة والأشغال تستمر بدون مشكل. وهنا رانا أمام بنك ناتكسيس بنك، وعلى الجهة اليسرى عندنا مقر فاديركو اللي راه قيد الإنشاء. هنا رانا امام مقر ناتكسيس. وهنا على اليمين مقر نتاع منظمة الباترونا ارباب العمل. والملاحظ هنا انه هذه المنطقه هنايا عندنا هنا اقامه قصر، وكذلك من الجهه هذه عندنا مقر اتصالات الجزائر الجيري تيليكوم. عندنا هنا وراء السيارات هذه دوك نشوفوا انه فيه اشغال تاع طريق منفذ، طريق اللي يدي الى طريق السيار الدائري. إذا نلاحظ هنايا أنه فيه الأشغال نتاع الطريق سوف ينجز
ولا مخرج جديد للمنطقة نتاع حي الأعمال لكي يعني نوصل إلى طريق السيار اللي رانا نشوفوه في المقابل. ثم هنا سوف نمر تحت هذا الطريق على قيد الإنشاء، شوفوا أنه فيه طريق قيد الإنشاء. نشوف يعني العرومب تاع الطريق الجديد هذا، هي في الحقيقة في يعني الأشهر القليلة الماضية كان فيه حوالي 6 أو 7 مشاريع جديدة انطلقت بها الأشغال، ومش ممكن نشوفها كلها في الفيديو هذا. وهذا مقر تاع شركة للتصدير والاستيراد لمجمع أجنبي مختص في المرافقة في ميدان التصدير والاستيراد. وهنا رانا أمام شركة تأمينات SAA، ثم نشاهد فندق سوفيتال. واللي مازال الأشغال مازال تراوح مكانها، لم أظن أن الأشغال بهذا الفندق هي متوقفة. الملاحظ هو أن الرصيف في بعض الأماكن تم إنشاء الرصيف بالبيتون أبريمي. وهنا رانا أمام مقر البنك الجزائري، البنك الوطني الجزائري على اليمين. أترككم مع نهاية الفيديو، والسلام عليكم.